انه الارهاب ماهوش كان الارهابي فقط اللي عمل اللغم ولا قتل، فما حلقه حوله اللي هي الحلقه اللوجستيكيه اللي هي جابت له المؤونه وجابت له اللامونيتر وجابت له الفلوس وجابت له الماكله وجابت له السياره وجابت له اللباس، يعني ثم حلقه لوجستيكيه مهمه ياسر. وحوله ايضا حلقه ثالثه، حلقه ماليه تمول فيه، لانه الارهاب ايضا ياخذ في تمويلات من دول ومن اجهزه مخابرات ومن غنية ومن تجار مخدرات ومن تجار التجار في البشر. وعنده حلقه رابعه خطيره ياسر، هي الناس اللي يدعموا فيه، لان الارهاب وقت اللي عنده غطاء سياسي او غطاء عقائدي او ايديولوجي وقتها ولي كارثه. كنا شفنا في الايامات الفارطه كنا مع بعضنا في التفجيرات نتاع بوسطن، ثم عمليه ارهابيه في بوسطن، لكن ما ثماش جهه تبنتها واعطاتها الدعم، ما طلع حتى مثقف في امريكا ولا رئيس حزب وقال هذوما ابنائي يذكرون في شبابي. فالتبرير هذاك واعطاء الغطاء بطريقه مقصوده او غير مقصوده، هذاك يعمل تبرير فعلا للارهاب، وهذاك اللي اختر، لان احنا باش نحاربوا الارهاب، مثالش التهديدات نتاعكم تفضلوا فيها، باش نحاربوا الارهاب في الحلقات الاربعه نتاعو، من اللي فجر للي يعطي في اللوجستيك للي يمول للي يدعم في الارهاب، وهذاك علاش لازمنا المقاربه الشامله. انت اشرت هنا في كلامك عبد الوهاب باش تبدا الامور واضحه، حكيت اولادنا وكذا، تقصد رجل غنوشي؟ نعم، اللي احنا كنا طلبنا من عندنا نسمعوها احنا شويه. اخي رجل غنوشي ادانته صريحه وواضحه اليوم في ندوه صحفيه عملها لاحداث الشعب اليوم به. اما اليوم مخر ياسر، كنا طلبناه من الاول، قلنا اذا كان الاحزاب السياسيه ولا المثقفين ولا الاعلاميين لازمهم ياخذوا مسافه متر من الارهاب، يلزم الحركات الاسلاميه تاخذ 2 متر، خاطر هي عليها شبه. والكلام هذا مش انا نقول فيه، يقول فيه ابن حفيد حسن الهضيبي، ابراهيم الهضيبي، يقول ثم مشكله في الاخوان المسلمين، ثم تيار تكفيري موجود، التيار القطبي زاد غذاه التيار الوهابي وزاد غذاه التيار نتاع لافارستيه، مجموعه لافاريات والقشاره اللي سيطروا على الحركات الاسلاميه.